حديث الصحافة أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولات حديث الصحافة البداية اليوم مع صحيفة الواشنطن بوست والتي عنونت بانكيمون يطرح خطة لمهمة الأسلحة الكيميائية السورية قالت فيه أعلن مون عن خطة لتدمير السلاح الكيميائي السوري تتضمن الخطة أكثر من مئة مختص ومسؤول أمني لتدمير العصب الحي لبرنامج سوريا الكيميائي ليكون بذلك أول مرة تقوم فيها الأمم المتحدة بهذه المهمة في بلاد تدور فيها رحى حرب أهلية وأضافت الصحيفة بأن الفريق سوف يشكل من مسؤولين أمنيين وسياسيين من الأمم المتحدة بالإضافة إلى خبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي بحيث سوف تجعل قاعدتها الرئيسية في قبرص وستقوم بعده زيارات الى سوريا. وتضيف الصحيفة بان المهمة تحتاج الى زيادة وتيرة العمل لاتمامها خلال الاسابيع القادمة. واضاف بنكيمون في رسالة وجهها لمجلس الامن قال فيه بانه قبل وصول المفتشين بساعات سقطت قذيفتي هاون بالقرب من الفندق الذي سينزلون فيه. وبحسب مون فإن عملية نزع السلاح ستحتاج الى ثلاث مراحل حيث تكون المرحلة الأولى فحص وكشف وتقييم السلاح الكيميائي السوري والمرحلة الثانية التي ستبدأ في الأول من تشرين الثاني وستتضمن جمع وخلط الأسلحة من أجل التدمير بينما تكون المرحلة الاخيرة وهي الأصعب حيث يجب على المفتشين مراقبة ودعم تدمير السلاح الكيميائي في عدة مواقع من سوريا وأضاف بنكيمون بأنه على الرغم من الخطوة التاريخية بالتخلص من السلاح الكيميائي السوري إلا أنه ومنذ عام 2011 فإن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا بسلاح غير السلاح الكيميائي على يد قوات نظام بشار الأسد بالانتقال الى صحيفه المدن والتي كتبت مقالا بعنوان ثناء امريكي للاسد قالت فيه وزير الخارجيه الامريكي جون كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اثر لقائهما في اندونيسيا على هامش قمه اسيا المحيط الهادئ لم يجد بدا من الثناء على تعاون النظام السوري في تفكيك الترسانه الكيماويه قائلا ان الاسد له فضل في السرعه القياسيه التي بدات بها عمليه تدمير الاسلحه في ظل تاكيدات من منظمه حظر الاسلحه الكيماويه عن قيام عمال سوريين بتدمير او ابطال مفعول مجموعه من المواد بينها رؤوس حربيه وقنابل جويه ومعدات تستخدم في مزج المواد الكيماويه وتعبئتها وبعدما اعتبر أن العملية بدأت في زمن قياسي ونحن ممتنون للتعاون الروسي وكذلك طبعا للامتثال السوري أضاف أعتقد أن نظام الأسد له فضل في هذا بصراحة هذه بداية جيدة ونحن نرحب بالبداية الجيدة ولم يغفر الكيري التطرق إلى مؤتمر جنيف 2 خلال اجتماعه مع لافاروف والذي وصفه بأنه من أكثر الاجتماعات البناءة التي عقدناها وأشار كيري إلى أنه تحدث طويلا مع, نظ... مع نظيره الروسي عن كيفية دفع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى الجلوس معا لإجراء محادثات في جنيف تعرف باسم جنيف 2 وأضاف أملنا المشترك أن يحدث هذا في منتصف تشرين الثاني نوفمبر ونحن عازمان ومصممان على التشاور مع الاصدقاء بشان هذه الجهود حتى نضمن ان يحدث هذا في نوفمبر قبل ان يستدرك بالقول الموعد النهائي وشروط المشاركه ستحددها الامم المتحده مشيرا الى توافق روسي امريكي على لقاء قريب بالمبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي الذي كان قد اشار الى ان انعقاد المؤتمر الشهر المقبل يبقى غير مؤكد وفي اقرار ضمني بتاثير الخلافات بين الكتائب المسلحه المحسوبه على المعارضه في القرار الامريكي بالاسراع بجنيف 2 قال اتفقنا مجددا انه ما من حل عسكري هنا يقول كيري ومن مصلحتنا المشتركه الا يكتسب المتشددون المتطرفون من الجانبين اي وضع اقوى في سوريا ولهذا نعيد التزامنا اليوم بجهود محددة للغاية لتحريك عملية السلام بأسرع ما يمكن أما لفروف فبدأ أكثر ارتياحا من نظيره الأمريكي وخصوصا بعدما أتاح الاتفاق حول الكيماوي السوري تخفيف الضغط الدبلوماسي على روسيا والتي دعت إلى الضغط على المعارضة لحملها على ضمان أمن مفتشي الكيماوي أعزائي المشاهدين موقع الجزيرة نت نشر مقالا تحت عنوان الجربة يشترط وأمريكا تلوح بمشاركة إيران في جنيف 2 قال فيه قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة إن الائتلاف لا يرفض مؤتمر جنيف 2 لمجرد الرفض وإنه يقبل به وفق معطيات تضمن نجاحه وعدم تلاعب النظام السوري به بينما قالت واشنطن إنها ستكون أكثر استعدادا لمشاركة إيران بالمؤتمر إذا أيدت علانية بيان 2012 والذي يطالب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا وأوضح الجربة في مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول الاثنين أنه قدم جملة معطيات للدول الكبرى وللأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون لضمان نجاح هذا المؤتمر ولم يفت الجربة التأكيد على أهمية تزويد الثوار بالأسلحة النوعية الضرورية لرد عدوان النظام وتمكينهم من تحرير البلاد ولفت الجربة إلى أنه طالب بأن يسبق أي عملية تفاوض مزمعة توفير ضمانات ورعاية عربية وإسلامية ولا سيما من السعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن وتحت إشراف جامعة الدول العربية وذكر الجربه بانه تم رفض اي مشاركه لايران كوسيط في عمليه التفاوض معتبرا انها دوله محتله من خلال مرتزقه يقاتلون ابناء الشعب السوري واعتبر الجربه بان هذه المعطيات تعد اطارا لعمليه تفاوضيه منطقيه وإذا ما تمكن المجتمع الدولي من تأمينها، سيكون بالإمكان طرحها على الائتلاف الوطني لبلورتها أولا، وعرضها على المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان لمناقشتها مع الفصائل الثورية للبحث في إقرار المشاركة أو عدمها. في هذه الأثناء، قالت الولايات المتحدة الاثنين إنها ستكون أكثر استعدادا لمشاركة إيران في مؤتمر جنيف اثنين. إذا أيدت طهران علانية بيان 2012 والذي يطالب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا. وأوضحت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين: كنا واضحين في مرات عديدة بشأن دور إيران الهدام في الأزمة السورية وننتظر من أي طرف يود إدراجه في مؤتمر جنيف 2 أن يقبل ويؤيد علانية بيان جنيف. وأضافت: إذا كانت إيران مستعدة لتأييد بيان جنيف علانية، فسنبحث إمكانية مشاركتها بشكل أكثر انفتاحا. وقالت في وقت لاحق: إن الولايات المتحدة ستنظر لمشاركة إيران بشكل أكثر إيجابية. <applause> اعزائي المشاهدين جريده الشرق الاوسط نشرت مقالا بقلم غسان الامام تحت عنوان تقسيم سوريا بتغييب هويتها العربيه قال فيه عبد الحليم خدام الذي امسك فتره بالملف اللبناني له قول ماثور ليس هناك شعب في لبنان هناك طوائف وزير الدفاع مصطفى طلاس الذي اتقن فن البقاء على الهامش ثلاثين سنه افاق مره من مشاغله الوزاريه في تاليف الكتب عن علاقه المطبخ بالشعر ونجوم السينما ليقول ان الاردن مرسوم بحدود استعماريه وكان حدود معظم الدول العربيه بما فيها سوريا لم ترسم بالمسطره الاستعماريه ماذا يقول هذان المسؤولان الكبيران السابقان في دولة الرعب والخوف أسدستان؟ وهما يريان اليوم سوريا تتهاوى تحت مطارق التسلل والاختراق، وتتمزق طولا وعرضا بسكاكين النظام وحرب الطوائف وغزو مرتزقة حزب الله وايران. من المسؤول عما جرى ويجري في سوريا؟ كان بشار يشكو في أحاديثه مع مسؤولين عرب وأجانب من الكثافة السكانية الكبيرة في سوريا فقد ارتفع عدد السوريين في عصر الأب والابن من سبعة ملايين إلى ثلاث مليون إنسان لو أن النظام ربط إنتاج الأطفال بإنتاج السلع لما زاد عدد السوريين عن 12 مليون أخيراً وجد بشار حلاً مخيفاً من منطلق طائفي بحت فقد اتهم الشعب كله بالتامر عليه وعلى نظامه وطبق مبدا الاباده الجماعيه وفيما كان وزيره وليد المعلم يلقي خطابه الانساني امام الحضره العموميه للامم المتحده كان الطيران يقصف ويقتل ويسحق طلاب مدرستين ثانويتين في الرقه ودير الزور غير خائف من إنسانية خامنئي وروحاني لو أن للنظام كبرياء الدول المترفع عن قتل الإنسان الجريح وقصف مستشفيات المرضى لما فر خمسة عشر ألف طبيب سوري من سوريا تحت وطأة ملاحقة وإعدام الأطباء والممرضين بحجة إسعاف الثوار فيما يجثم على راس الدوله والحكومه طبيبان لم يقدما بعد الى محاكم جرائم الحرب واباده الانسانيه. صحيفه العرب اعزائي المشاهدين كتبت مقالا تحت عنوان: ايران روحاني تتصيد فرص المصالحه مع محيطها الخليجي، قالت فيه: اعلن السفير الايراني في لبنان غضنفر ركن أبادي أن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المملكة العربية السعودية يمكن تحديد موعدها بعد انتهاء موسم الحج ويعيد كلام الدبلوماسي الإيراني إثارة موضوع الزيارة الذي كان طفى على السطح أواخر الشهر الماضي ثم خبى بنفي طهران وجود تلك الزيارة على أجندة روحاني ويكشف تصريح السفير من جهه اخرى اهتماما ايرانيا بالتواصل مع المملكه العربيه السعوديه وذلك في اطار سياسه ايرانيه جديده تهدف الى فك عزله ايران عن محيطها وعن المجتمع الدولي عموما وذلك في ظل مخاوف من ان تنتهي تلك العزله الى خنق البلد الذي بدات العقوبات الاقتصاديه الغربيه تؤثر بوضوح على وضعه الاقتصادي وبالنتيجه الاجتماعي وتبدو طهران من خلال كلام السفير ابادي مستعده لاغتنام اي فرصه لتحسين العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه غير ان مراقبين يتساءلون عن طبيعه ومدى التنازلات التي ستقدمها طهران لتحقيق ذلك حيث يستبعد هؤلاء أن تقبل الرياض تقوية علاقاتها مع طهران طالما لم تدخل الأخيرة تعديلات جوهرية على سياساتها في المنطقة لا سيما في البحرين وسوريا ولبنان. بالانتقال إلى الصحف الإسرائيلية فقد ذكرت صحيفة هأرتس الإسرائيلية مقالاً تحت عنوان: تركيا تبني سورا على الحدود السوريه لمنع الهجره غير الشرعيه قالت فيه بدأت تركيا ببناء سور على الحدود مع سوريا حيث تكثر الاشتباكات وذلك لمنع الهجره غير الشرعيه ودخول المهربين وبدأ البناء بالقرب من معبر نصيبين بالقرب من مدينه القامشلي حيث تدور اشتباكات بين الفينه والاخرى بين الاكراد من جهه والقبائل العربيه من جهه اخرى وقال مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه انهم لا يواجهون اي مشاكل تذكر عند معبر نصيبين الا ان الحدود ضعيفه هناك لدرجه تكاد تكون غير موجوده مما يسهل عمل المهربين وتضيف الصحيفه تركيا التي تؤوي اكثر من خمسمائه الف لاجئ سوري هي من اشد منتقدي رئيس النظام بشار الاسد كما انها من اكبر الداعمين لمعارضيه وختمت الصحيفه بالقول بان تركيا قامت بارسال تعزيزات الى حدودها مع سوريا حيث ان كثره دخول المهربين جعلت تركيا تعيش في خلل امني